نتواصل مع كل مشاهدينا في كل مكان، وفي ظل هذه الظروف في السودان يمكن تحققت واحدة من الأحلام اللي كان بيحلم بها كل الشعب السوداني وبناشد بها كل أفراد المجتمع، عملية السلام. تحققت عملية السلام وتم التوقيع على السلام، ويبقى العمل، يبقى العمل على مفهوم هذه العملية. العمل ما على مستوى الدولة والمسؤولين فقط، وإنما العمل على مستوى الأفراد. نتكلم عن مفهوم سلام كبير جدا، يبدأ بالسلام الاجتماعي، يبدأ أولا بالسلام الداخلي الذاتي، ومن ثم السلام الاجتماعي والسلام العام في البلاد. هذه مسؤولية كبيرة جدا، وهنالك عدد من المبادرات الداعمة لعملية السلام في البلاد. بتحقيق مفهوم السلام تتحقق أشياء كثيرة جدا وأشياء مهمة جدا في سوداننا الحبيب. واحدة من المبادرات المهمة وواحدة من المبادرات الفعلية في عملية السلام، داخل الاستوديو معنا أحمد محمد زين، أو الأستاذ أحمد محمد زين، رئيس الرابطة الشبابية للثقافة وتعزيز السلام، ونقف هنا على دور الشباب في هذه العملية تحديدا. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد، صباح الخير عليك. صباح الخير لينا، كيف؟ نعم أستاذ أحمد، حدثنا عن هذه الرابطة، يعني تم تكوين رابطة شبابية للثقافة وتعزيز السلام. الرابطة الشبابية للثقافة وتعزيز السلام، الأهداف والفكرة ومفهوم هذه الرابطة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الرابطة هي فكرة قديمة تقريبا من طموحات الزول، أن يكون في جسم مختص بثقافة السلام. والسلام السوداني يعني ما يعني نحن كان جات فترات كثيرة توحدنا بمفهوم الثقافي، التركيبة الثقافية في السودان بعيد عن التركيبة القبلية. والثقافة في حد ذاتها هي موثقة تقدر انها توحد دول. يعني لو لاحظنا الانتاج الثقافي اللي طلع بعد الحرب العالمية الثانية، استطاع انه يزوب الجليد بين الدول المتحاربة في الحرب العالمية الثانية بالذات. والانتاج الثقافي ده ظهر لنا حتى مدارس فنية هي حاليا الناس بيتكلم عنها، زي العباسية والدادية والسريالية، دي كلها ظهرت منتوج الصراع اللي كان في اوروبا، قدرت تزوب الثقافة. السودان متكامل ثقافيا، دولة فيها التنوع الثقافي كثير جدا، لكن هناك ما يوحد هذه الثقافات. ونحن ان شاء الله في يعني في برامج لاحقة الناس حتشوفها حتتكلم عن الحتة دي، يعني ان شاء الله يعني حابين تحكسوا الثقافات الموجودة في السودان، الثقافات القبلية، بعيدا عن مفهوم القبلية، وانما من اجل تعزيز السلام. والله شوفي، انت من تقولي قبلية يعني انتهيتي من الحالة. انت من تقولي يعني هو الفولكلور سلاح ذو حدين، يعني هو بيديك الشكل الغربي. نقول سودانيا، يعني سعيد انكم تشيلوا اللقب تماما، لقب والله هي فيها مداخل التنبي. يعني احنا واحد من برامجنا الشغالين عليها حاجه اسمها تراث الادب الصوفي. الادب الصوفي بزويب الحته الغبليه، لانه هي حته روحيه اكثر من اكثر روحانيه اكثر من في مسميات ثانيه. يعني لو لاحظتي للحس الصوفي، هو حس طبيعي في الانسان السوداني، يعني حتى لو انت ما متصوف بمعنى متصوف، لكن حس طبيعي اللي هو التعفف عن الحاجه، الحياه الجميله، الحاجات دي حاجات جميله في الانسان السوداني. يعني الهدف والفكره كبيره. لا، الهدف كبير، لكن دارين يعني دارين قطعتك معلش. لا تفضلي. لكن عايزين نعرف دوركم يعني كشباب تحديدا في الحفاظ على العادات والتقاليد من خلال هذه الرابطه يعني. طيب، اول حاجه الانسان السوداني انسان خلاق، بس دائما ما بكون منتظم. احنا سوى برنامج، اول برنامج اللي هو حنبدا فيه اللي هو توثيق الثوره. توثيق الثوره، توثيق الثوره السودانيه. لما تيجي تعاني الانتاج اللي حصل اثناء الثوره السودانيه في الفتره بتاعت العام الاول بالذات، يعني من 2018 لغايه 2019 توثيق الوثيقه، كان في انتاج عالي جدا من الشباب. الانتاج العالي ده لو عينت له كانتاج منتظم بتلقيه نوع من التفريغ الداخلي اللي هو بيطلع انفعالات داخليه للشباب، بل انعكست حتى الناس اللي برا السودان طلعوا هذا التفريغ. كان الانتاج الثقافي ده كله كان هدفه حاجه واحده اللي هو كان التوحيد. لو عينت الاعتصام، الاعتصام كدوله صغيره، بتحس انه الخير اللي كان موجود او القيم اللي كانت موجوده، ترجمت يعني عندك شيء ما عندك خط، حتى مع الضيافة، يعني شاي بي جاي، ومع انه أيوة كثير من الاشياء اللي كانت الحاجات الامنية كانت معقدة جدا، حتى التفتيش كانت تفتيش بزوج يديك فوق.
فبيديك انه التحويل الثقافي للحاجات وبعدها عن الحده هي ممكن يعني ممكن توحد. انا برجع لك تاني للنموذج الاوروبي في الانتاج الثقافي بعد الحرب العالميه الثانيه. يعني الروس اللي كانوا بحاربوا في الالمان بيقى الالماني بيقرا للروسي وبيقى الروسي يقرا للالماني. ليه؟ لانه هنا المساله بقت وجدانيه اكثر من مساله قبليه ومساله دوليه، بقت مخاطبه بتاعت وجدان. الانتاج الثقافي طلعته الثوره ممكن يتحول لشيء وجداني. يعني في ناس اشتغلت على التشكيل، في ناس اشتغلت على الشعر، في ناس الجدران اشتغلت، في ناس اشتغلت على الحياه. لو عينا لهذا الانتاج وحاولنا نطوره، نطور هذا الانتاج والشباب يعني ما يكون المثير هو الثوره فقط. ما دام انت عندك ملكه بتاعت انتاج وهذه الملكه ممكن تتطور ببرامج لاحقه، فمعناته انت بتقدر تقودني من الحته بتاعت الثوريه الانفعاليه للثوريه بتاعت البناء. نعم، لانه فعلا كان في مواهب عديده جدا يعني. كانت في مواهب يعني. ودي دور الثقافه هنا يعني، انه انتم تبرزوا المواهب وتحاولوا تطوروها ويعني توصلوها للعيان. طيب يمكن ال يعني توثيق الثوره، انتم اطلقتوا مسابقه توثق ثورتك او هذا تطليق المبادره او الرابطه. حدثنا نبذه عن هذه المسابقه وكيف هتطلقوها يعني كيف المقابل، شنو مقابل الاشتراك وغيره، حتى لو كان حاجه عينيه يعني. تفضل. والله هو حيكون مشروع ضخم جدا ان شاء الله. اول حاجه اسمها وثق لثورتك، توثيق الثوره السودانيه. شخصنا الضروب بتاعه التوثيق، لقيناها زي 11 ضرب، اللي هي الافلام الوثائقيه، الناس يشتغلوا على الافلام الوثائقيه، المقاطع المصوره، التصوير الفوتوغرافي، التشكيل، التصميم، القصه القصيره، الكاريكاتير. ضفنا لهم حاجتين جداد هي ما كانت موجوده بشكل بروفيشنال، لكن هندخلها، اللي هي النحت والتاليف الموسيقي. كل ضرب من الضروب دي حيكون عنده استماره معينه. نحن لانه متوقعين انه العدد حيشترك في مسابقه عدد كبير جدا، حتكون مسابقه الكترونيه. الكترونيه. الحمد لله بدينا نكون في شراكات. حاليا عندنا شراكه مع مدينه افريقيا التكنولوجيه، هي حتستضيف السيرفر بتاع المسابقه، لانه احتمال يكون عالي نتكلم عن اباوت 5 تيرا، المشاركات ممكن تصل ل 5 تيرا. معانا شركة دارا دي اللي حتصمم الديزاينر بتاع الموقع. معانا مدينة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا دي اللي هتمسك الجانب الأكاديمي اللي هو التحكيم. جميل. حدثنا عن مجالات التنافس يعني، شروط ومواعيد فتح المسابقة يعني، وقفلها والجوائز المقدمة. والله نحن هسه لحد هسه بدينا لكل فرع نعمل له رعايه، يعني الافلام الوثائقيه بنحاول نتواصل مع شركات انها ترعى جوائز الافلام الوثائقيه. مجالات التنافس يمكن ذكرتها انت قبل شوي من خلال والله يعني كل واحد حيكون ان شاء الله شكل الاستمارة موجود في الموقع، يعني عندك الافلام الوثائقيه حتكون الاستماره بتاعتها موجوده، اللي هي الفيلم اباوت 5 دقائق اقل حاجه ل 26 دقيقه. الشرط الاساسي في كل الحاجات دي انه يكون المشارك سوداني، يعني ما حنقبل مشاركات اجنبيه. ما ضروري يكون المشارك من جوا السودان او برا السودان، يعني حتى الناس اللي عندها تفاعل برا السودان احنا بنقبل، لانه حيكون الكتروني. التشكيل حيكون على ديزاينين اللي هي 50 في 40 و 70 في 50. القصه القصيره تقريبا من لحد 500 كلمه. الحاجات كلها حتكون موجوده طبعا في الموقع. يلا الموقع هو وين؟ يعني احنا اذا عايزين نعرف وفتح المسابقه، باب المسابقه، يمكن المشاهد الكريم بيشاهدنا الان نديه صوره واضحه لكل من حاس انه ممكن يشارك في هذه المسابقه، مسابقه وثق ثورتك من قبل هذه الرابطه، الموقع الالكتروني وبدء التقديم للمسابقه. والله ان شاء الله نحن طبعا الحاجات دي كلها حنقوم نرتبها في المؤتمر الصحفي اللي حيكون في وزاره الثقافه. جميل. تقريبا يوم 10/10 هسه ان شاء الله حيكون فيه شرح كامل في الاشتراك بتاع المسابقه، وحيكون المؤتمر الصحفي ذاته فيه شغل بسيط عن التوثيق الحصل للثوره، وحيكون في القاعه الصغرى بتاع وزاره الثقافه ان شاء الله. شكل الجوائز المقدمه ولا لسه برضه؟ نحن هسه الجوائز اللي عندنا ما قدرنا نعلن عنها، لان شايفيننا يعني نحن كل ما جينا شركه راعيه لجائزه تحس انه الجائزه هتكبر اكبر، لكن
ما يعني ما يعني تقريبا اقل جائزه حتتقدم 20 مليون 20,000. في المناشط نحن ذاته قسمناها، المناشط اللي بتكون على الانتاج العالي يعني مثلا زي الشعر، زي الشعر التصوير الفوتوغرافي دي انتاجها بيكون انتاج خفيف. جميل. لكن في الحاجات اللي انتاجها جمعي اللي هي مثلا زي الموسيقى ممكن قد تكون انتاج جمعي، زي الافلام قد تكون انتاج جمعي اللي هي انتاج بيكون عالي شويه، النحت حيكون انتاجه شويه عالي، التشكيل انتاجه وسط. هي انا اقدر اقول انه استاذ احمد هي مساحه كبيره جدا لكل الشباب للمشاركه في هذه المسابقه اللي يتم الاعلان عنها قريبا في المنصات الالكترونيه بعد المؤتمر الصحفي من قبل الرابطه الشبابيه للثقافه وتعزيز السلام. انا شكرا لك كثير جدا استاذ احمد محمد زين رئيس الرابطه على هذه المساحه، واكيد تمنى لكم بالتوفيق من اجل هذه المبادره الجميله والمميزه. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا لك. نعم. شكرا لكل مشاهدينا في كل مكان. من تواصل ساعتنا الاولى انتهت، لكن ساعه ثانيه بعد الفاصل.